Alhamdulillah, bismillah, tutoriel jadid, madialectuto.com. Une nouvelle tutoriel, le résultat final, radicon le dessin d'un stylo encre, qui m'a adnaf l'aperçu, fad makan. Une nouvelle les étapes, qui m'a l'aide d'afficher nouveau, les paramètres, radin hachabtebihum par défaut, ok, naya, radin masquer les plans de travail, affichage, masquer les plans de travail, ou une nouvelle dessin, ou chez le radim daubi, ou à de la plume, et n'y a de la tête, liadna naya. Fait qu'il va changer de sabwa. غادي نجي لهنايا غادي نصاوب مستطيل و تي ريكتانغل غير بهذا الشكل ومن بعد نافيشي لي ريغل كونترول ار راكورسي ديال لي ريغل وغادي نجيب اون ريغل هنا غادي نحطها في الميليو في هذه النقطه اللي كاينه هنايا وغادي نعاود ثاني نافيشي نوفيل ريغل غير من الفوق نكليكي في لا ريغل ونبقى مكليسي بحال ونجيبها دائما غير في الميليو هنايا فهنايا سي بون وصلت هذه النتيجه نمشي لوتي بلوم وهنا غادي نزل outil ajout de points d'ancrage on zit un point d'ancrage pack on est contre plus rabichi balkoum clique fad makan btop ou kadalik fad makan li ndi hna contrôle moins on jil hna fa l'outil sélection direct clique fostad le point ou rab les touches de direction on jib hat nokta mna ila hada el makan li ndi hna fi el milieu rab les touches de direction bhal haka fa une fois toussel le milieu ana ghadi nhbes هنا سي بون وكذلك هذه غادي نجيبها للميليو سي بون بقات هاد لا بارتي اللي عندي هنايا فغادي ناخذ مستطيل غادي نرسم مستطيل بحال هكا نعطيه اي لون ماشي مهم حقاش غادي نسوبريميو من بعد هاد المستطيل نض البال على اساس يكون في الوسط يعني هاد لو بوين يكون في هاد لو ريبير لي درنا غادي نديبلاسي بحال هكا فهنايا مزيان نعاود نسيليكسيوني هاد لا فورم كذلك اوتي سيليكسيون ديريكت كليك على هاد لو بوين ونجليسيه باش غير بلي توشي ديريكسيون حتى يوصل هذاك المستطيل هذا هو لو رول ديالو بحال هكا غير باش يعاوني في التيسان هذا كليك ومن بعد نجيبوها في هاد المكان اللي كاين هنايا بحال هكا نسوبريمي هذا سالا لو رول ديالو سي بون هنايا بالنسبه لهاد لا فورم هادو ما بغيتهمش يكونوا بحال هكا ايغو بغيتهم يكونوا هاد لي كوان اروندي كليك في هاد لو بوان دونكراج ولاحظوا هنايا في لا بار دوبسيون عندي لوبسيون او لو بوتون كونفيرتير لي بوان دونكراج سيليكسيوني اون اروندي كليك اوتوماتيكمون تيشوف بحال هكا نفس برينسيپ سيليكسيوني كليك اوتوماتيكمون تيوصل بحال هكا وعندي هنا هاد ليفي كما تيبان لكم قالي نطبق عليه ان ديغرادي فغادي نعاود نسيليكسيونيه double clic à l'outil dégradé on va afficher fenêtre les nuanciers on va faire double clic on va appliquer le dégradé par défaut on va mettre la couleur gauche on va mettre la couleur blanche on va mettre la couleur le noir on va mettre une autre couleur maintenant on va mettre هاد لا سيزيام كولور غادي نحسب منايا هاد 3 ب 5 6 يعني الا حسبناها اليمين هو هاد لا كولور 6 هنايا فكليك او سمحوا لي هنا خطا غادي نعاود نحسب 3 ب 5 6 كليك ونبقى مكليسي ونحطها في هاد المكان اللي عندي هنا لورونتاسيون ديال ديغرادي نفضل تكون مختلفه تكون بحال هكا من هاد الاتجاه من الفوق لتحت واحد شويه غادي نزيد هنا بانت لي مزيان لا كولور دو كونتور غادي نكليكي غير في هنايا وغادي نزيد نوتر كولور مثلا غادي نفضل هاد لا كولور دائما لا سيزيام كولور و لا بيسور نخليها فقط واحد هنايا نكاشي هاد الاشياء هادا غادي نحتفظ به غادي نخليه فهنايا مزيان غادي نزيد نصاوب ملاحظه بالنسبه لهذه في حقنا كاين دو فورم حنا صوبنا هاد لا بروميير فورم وغادي نصاوبو هاد لا دوزيام فورم باش نصاوب لا دوزيام فورم فقط هاد لا بروميير فورم كليك عادي من بعد اديسيون كوبي كليك غير في لو فيت ومن بعد اديسيون كولي دوفون كولي دوفون شنو لانتيغي ديالها يعني تي كوبي هذيك لا فورم ولكن تسمحوا لي تي كولي هذيك لا فورم فين فوق منها مباشره هنايا فندير اديسيون انولي باش يخليها من الفوق من دائما سيليكسيوني بمن لا دوزيام فورم على شيفت وهنايا غادي نصغر واحد شويه غير بحال هكا وغادي نهبطها لتحت غير بهذا الشكل اول شيء غادي نحيد لو كونتور هاد لا دوزيام فورم ما غاديش نابليكي عليها كونتور بالنسبه للديغرادي غادي نفضل مثلا هنايا غادي نتيستي غادي نبدل لو بلون غادي نكليك هنايا غادي نابليكي على لا ثوازيام كولور يعني اغوش ادروات لحسبنا هي لا كولور الثالثه وهنا غادي نعطيه لا كولور بلونش غير بهذا الشكل اللي عندي هنايا بالنسبه
dégradé غادي نبدل لورونطاسيون ديالو اون تيست هنا د لوبسيون اللي عندي انفيرسي لو ديغرادي ما تانيش ان اف لي قوي غادي نمشي لوتي ديغرادي كليك ومن بعد هنا ملاحظه لاحظوا علاش ما بغاش يتابليكا هاد لوبسيون ديال انفيرسي ديغرادي حقاش عندي لو كونتور هو لي سيليكسيوني هنايا فلو كونتور اصلا غادي نعاود نقول ليه انولي لا كولور ديال الكونتور كليك في هاد لا بارتي نمشي لهنايا بالنسبه هذا غادي نخلي لا كولور بلونش غادي نيليميني هذا وهذا غادي نعطيه لا ثوازيام كولور نجلسيها من هنا ملاحظه علاش خدمت بهاد نيونس هنايا غير في لا زون دونجستغمون ما تيبانش عندي هاد لي كولور اللي هنايا هذا هو علاش خدمت بهاد لا باليت نيونسين نتوما يمكن لكم تخدموا بهاد لي كولور هنايا في وسط لي توتوريو غادي نبدل واحد دقيقه غادي نرجع هذا بحال هكا وهنايا نعاود نجلسي بحال هكا تنشوف اتجاه اللي بان لي مناسب مثلا ديال ديغرادي بحال هكا بان لي مزيان نسيليكسيوني لي دو وهنايا الت يعني ومن بعد نصغر بحال هكا لا فورم ديالهم هذا غادي نزيد نجبدو واحد شويه من الفوق ونكليك عليه بوحدو الت باش يمشي اكوش ادوات وندفعو واحد شويه اليمين ولاحظوا من تنخدم بالت هني تيمشي من اليمين واليسار في نفس الوقت اون فوا وصلت هاد النتيجه اللي عندي هنايا واحد دقيقه نهبط هذا واحد شويه لتحت غير بحال هكا باش يجي مقاد اون فوا وصلت هاد النتيجه اللي عندي هنا غادي نصاوبو هاد لي بياس اللي عندي هنا غادي نخلي هادي هي الاخرى غادي نصاوبو هاد الاشياء فهاديك غير مستطيل عادي بحال هكا نعطيه لا كولور مثلا هاد لو مارون كلكم تعطيو اي كولور بغيتو لي روبير لاحظوا بوان فور ديال لي روبير ديما تنكون في الميليو نطلعو واحد شويه هنايا غير نفس هاد لا فورم لاحظوا نفسها غندير اديسيون كوبي لاستوس ديال قبيلات اديسيون كولي دوفون كلكم تخدمو بلي راكورسي كونترول اف تنتم نخدم بهاد المنيو غير باش يبانو لكم لي زيتاب بشكل واضح كولي دوفون هنا تكولات دوفون alt غادي نبدل لا كولور ديالها باش يبان لكم دائما لي زيتاب بشكل واضح فغادي نعطي لا كولور اورانج alt shift ونصغر في نفس الوقت فهذه النتيجه اللي بغيت نوصل لها فعندي هنايا غادي ننزل لا كولور لاحظوا لا كولور دانتيريور غادي نقول ليه سون كولور وبالنسبه لا كولور د كونتور غادي نقول ليه عطيني لورانج بهذا الشكل هنا ندفع alt shift بحال هكا تيمشي اغوش ادروات وهنا alt shift بحال كونترول بلس كونترول بلس ونزيد شويه في ليبيسور ديال هاد لا فورم اللي عندي اون فوا وصلت هاد النتيجه غادي نزيد هاد لا بيس اللي كاينه من التحت نجي دائما هنايا اوتي ريكتونغل اروندي نصاوب واحد ريكتونغل ماشي لابد نجيبو في الوسط في الاول غادي نحيل غادي نابليكي عليه اون كولور عاديه ومن بعد نابليكي عليه لو ديغرادي نرجع الكونتور نقول ليه سون كونتور ونجي لهنايا ولاحظوا هاد لو بوين اللي كاين هنايا يعني نكليكي ونجيبو في الميليو بحال هكا بوتون دروا ديسبوزيسيون او باش يبان لكم بوتون دروا سمحوا لي هكا نعاود نكليكي بوتون دروا ديسبوزيسيون اون اريير بلان نغير بهذا الشكل ون ابليكي على ان ديغرادي هنايا هنا دائما ليغور بحال قبيلات يعني هذا غادي نجي نكليكي غير هنايا سي بون بحال هكا ابليكي على ان ديغرادي غادي نفضل يكون هاد لو مارون كديغرادي واحد دقيقه بحال هكا يكون هاد لو مارون زائد ان مارون بلو كلير هنايا بهذا الشكل بالنسبه للديغرادي لورونتاسيون ديالو تكون بحال هكا واحد شويه فغادي ندفع هذا غير بحال هكا ما يكونش واحد الاختلاف بيناتهم كبير ديال الديغرادي ولكن تيبقى الاختيار ديالكم بالنسبه للشوا ديال لي كولور ماشي لابد يعني تحطوا هاد لي كولور 100% اللي تندير تيبقى الاختيار يعني ديالكم بالنسبه للي كولور فهنايا وصلت هاد النتيجه غادي نصاوب هاد الشيء اللي تيكون في الوسط لان هنا فبالنسبه لهذيك فقط غادي نجي ننزل اوتي اليبس الت شيفت باش يدير واحد اليبس يكون مقاد غادي نعطيه هنايا بالنسبه لليبس غادي نفضل يكون ان ديغرادي يعني في لو نوار بحال هكا هذا غادي يكون غير بهاد لي كولور وهاد لا كولور اللي عندي هنا تكون بحال هكا هاد لا كولور اللي هنا يكون قاصح واحد شويه ونجيبو غير في هاد المكان هنايا زائد نزيد لو تري فهنايا عندي لوتي تري غادي ندير كونترول بلس باش يبان لكم
شيفت غير باش يمشي هذاك لو تري يعني بيان اليني وهنا ندفع واحد شويه حتى لهنايا حالك ملاحظه ما بانش لو تري علاش على ما بانش لو تري كاين دو كوز اول شيء ما عندوش لا كولور عندي نعطيه لا كولور نوار وثاني شيء ما كانش عنده لابيسور غادي نحتفظ لابيسور 1 بحال هكا كليك في لو فيت وهنا غادي نكاشي لي روبير باش نكاشي لي روبير افيشاج ومن بعد عندي روبير ماسكي لي روبير باتش تاك قبل ما كنت غادي ندير كونترول موان قبل ما ندير كونترول موان غير هاد لو سيركل عندي بوتون دروا واحد الدقيقه باش يبان لكم كليك فوس لو سيركل بوتون دروا ديسبوزيسيون بروميير بلان عندي هنايا وصلت هاد لا فورم شنو باقي لي باقي لي هاد لو تري نصاوبو بالنسبه لو تري يعني لوتي بانسو اللي كاين هنايا غادي ننزل دائما لاحظوا لا كولور دو كونتور هي لي سيليكسيوني ننزل لا كولور اورانج يمكن لكم تعزلوا اي كولور بغيتو ونجيب ان تري كيما صاوبتو بحال هكا فبالنسبه لو تري غادي ندير غير بهذا الشكل حتى لا ما جبتوش مقاد مره الاولى او في لو بروميير تيست اديسيون انولي يعني لو كونتور هنا كاليغرافيك او هذاك لو تري بالنسبه لوتي تري غادي يكون ان تي جيست يعني غير بهذا الشكل عندي بحال هكا ومن بعد نسيليكسيوني هاد لو تري وهنايا نعطيه اون اوتر فورم دو تري غير هذا اللي عندي هنايا وهنا بغيت مثلا يكون واحد من الامام واحد من الخلف شنو تنقصد يكون بحال هكا يعني لو تري هنا اون استوس ملاحظه بغيت نرجع ليماج كيما كانت فيشي فيرسيون بريسيدونت ولا بلا راكورسي اف 12 فيرسيون بريسيدونت ترجع لا فيرسيون كيما كانت هنايا فبغيت مثلا يكون لو تري واحد من الامام واحد من الخلف كما تيبان في الريزلت فينال فغادي نجي دقيقه هذه هي لا زون اللي كنت خدام فيها فاحنا شنو غادي ندير غادي نسيليكسيوني لوتي بانسو يعني تيكون ملاحظه في وسط لوتي غوم هنا لوتي سيزو ماشي لوتي بانسو بغيت نقصد لوتي سيزو هذا الخط جاي من الامام وهنايا خاصو يكون من الخلف بمعنى كليك ونعاود نكليكي في هذا المكان سوبريمي هاد الشويه اللي عندي هنايا من بعد لو تري غادي يجي من الخلف تيجي من الامام هابط من الامام وهنا خاصو يدوز من الخلف لوتي سيزو كليك في هذا لو بوين ومن بعد نكليكي في هذا لو بوين ومن بعد نسيليكسيوني الجزء سوبريمي بلو كلافي ونوصل هاد النتيجه اللي عندي هنايا شنو بقى بقى مثلا تكتبوا اي شيء بغيتو في هذا المكان اون استوس كذلك بعض الاحيان في فوتوشوب او سمحوا لي في الستراتور لوبسيون كاينه حتى في فوتوشوب فبلوتي بلوم يعني قد نجي ندير بحال هكا ومن بعد نمشي لوتي تكست هو هذا كليك لوتي تكست وتنحط الكورسور على هنايا على لو تري اللي صوبتو بلوتي بلوم بلوم ومن بعد تنكتب لو تكست ديالي تيمشي اليني على هاد لاكورب اللي صوبت فاغلبيه ديال الناس يعني تيخدموها بلوتي بلوم ولكن يمكن نديرها حتى باش غير بلوتي بانسو بمعنى ندير ان تري بحال هكا نمشي لوتي تكست غادي نزيد غادي نكليكي هنا لاحظوا نفس الريزولتا غادي نكبها بلا تاي ونكتب اي حاجه تتمشي على هاد لالين اللي عندي هنايا غادي ندير نفس المثال غادي نجي هاد لو تري اديسيون كوبيي كليك غير في لو فيت اديسيون كولي دوفون ومن بعد لوتي بانسو ونمشي لهنا لاحظوا غير بحال هكا نجبوها في هاد المكان ومن بعد غادي نزيد لاطاي مثلا تكون 48 ونكتب ديالك توتو يمكن لكم تكتبوا اي شيء بالكم هنا خاص بكم ولا شي حاجه بغيتو تكتبوها ديالك توتو بوان كوم نسيليكسيوني هذا وتيبقى لو شوا تعطيو مثلا اي بوليس غادي نفضل نعطيه اون بوليس مثلا غادي تكون بحال هذه اللي كاينه هنايا سميتها غاش ايطاليك غير بهذا الشكل كليك غادي نزيد شويه في لا طاي ديالها بحال هكا وندير الريزلت فيها يمكن لي نطلع هذا واحد شويه هذا هو علاش درت دوبليكيت هاد لو تري غير باش نكتب في وسط منو هاد الكتابه اللي عندي هنايا فيرمي هادو فيرمي هادو وهنا هذا هو الريزلت فينال بالنسبه للتوتوريال.